هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة بمساهمة ديليس كارتي فريش بن ديليس يبنن العيشة. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. بلدينا محلاك محلاك يا لميمة. لا كريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش. فانواز حلوة منك. بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. عسلامة ومرحبا بكم. بحثنا في الكوجينة في حلقة جديدة. حلقة معايا اليوم الشيف أمين. شيف أمين مرحبا بك. مرحبا بك. احكي لي شو نعمل اليوم؟ شو نعملوا سافارين فروي روج اللي هي عبارة على بات تتسقى بالسيرو. نحطوا الكومبوت معجون فريز متاع سيكا. نعملوا كريم شانتيه من الفوق شوية بيستاش. حتى كان ما فهمتوش كل شيء تبعوا معانا خاطر جينا حاجة بنينة ياسر ومنظرها مزيان. عمل لي زيسي ديجا وشفتها سان فو لابين. ومعنا الشيف ايمن. شيف ايمن مرحبا بك. الو باش نبداو مع بعضنا خاطر ريت عنك اكتف اليوم. اخترت باش نعملوا اكتف نتاع اللوش في الفور. هذا سورتو للمه للمناسبات كيما نعرفوا توا جاي راس عام واحد بنات نجم من حاجه تنجم تقترحها في المناسبات وفي اللمات. كتف نتاع اللوش باش نعملوه في الفور باش نعملوا معاه روز معاها شويه لوز توريفي على الطريقه الشرقيه. هاي. شويه كي يلا بفحات تونسيه نبداو ساعه بالكتف. نبداو بالكتف. باش ناخذ الكتف نتاع العلوش قصيت البارتي معناها اللي حاشي بها البارتي الفوقانيه نتاع الكتف ولهنا ناحيه العظم باش نجم يعاوني معناها كي باش بعديك كي باش نقص العلوش. جوست باش نعمل انسيزيون صغيره باش بعديك يشرب لي الفاح. يدخل مليح الفاح. اي فوالا. وبالطبيعه حضرت بابي الومنيوم بابي كويسون. على الشرتين. واو. حاولت ننظفوا شويه من ناحيه الواي شويه. من الشحم ونخلي بارتي لاني بارتي معناها شحم. باش يعطي كمان المعنى. فوالا باش تخلي يسيبك الجريس نتاعو هذاك يفوح لنا مليح. جيب لي الياغورت خاطر الياغورت باش يعاونك باش يخلي يطري. فوالا باش يطري العلوش ويخليه ياخذ الفاح مليح. دونك كعبه اويكوس ناتور باش تعاوننا في المطعم وباش تعاوننا باش تطري لنا مليح اللحم. طيب انا باش ناخذ الكونتي نتاع اربع سمون ثوم معناها يكرازي. اي كليل زعتر. شويه جونجومبر تاع قدر زوز مغرف تاع قهوه جونجومبر. جونجومبر هاي. فلفل اكحل كونكاسي معناها انا البارتي هذه باش نحطو لهنا والاخرين باش نعملهم كونكاسي ديريكت في الحم. باهي. شويه كركم وبالطبيعه الملح والفلفل الاكحل. الملح والفلفل الاكحل هذوما الكل باش نزيدهم الياغورت. والياغورت الطبيعي اويكوس والا الطبيعي نتاع ديليس يعاون برشا راهو باش يطري اللحم الدجاج هذوما الكل. خموا فيه ديما كعبه ياغورت تبدل لكم المطعم الكل وتعطيكم حاجه فريمون ظريفه. باش تزيد شويه زيت. داكوغ دونك باش تاخذ الزيت جو بلوس نتاع نجمه كيف هذايا كيما ديجا قلت لكم عليه. الحاجه الباهيه سيكو يمشي للتفويح ويمشي زاده كيف للتطيب. فوالا باش نفوحوا منهم بعديك السلاطه. باش نزيد شويه زيت. فوالا هنا توا باش نحرك الفاح وباش ناخذ البلاك اون فور وباش نفوح فيها اللحم ديريكت. اوكي شيف. باش نفوح فيها هذيا باش هذيك نجم نحط فيها في الفور. ايه شيف. فوالا لهنا باش ناخذ البلاك كيف رشه صغيره ملح. ماذا بينا ديما ديريكت الملح على اللحم. على اللحم. الفور سخنته على 220 درجة. اي
ومن بعد باش نطيح فيه ل 180 ونخليه يطيب سله سله. دونك هوني قبيليك حكينا في الاوفا ما طريقتين، سواء نطيبوه في 200 180 لمده توموان سويعه سويعه ونص، والا نطيبوها با تمبيراتور على 120 تنجم حتى ل 80 اما تزيد على معناها قد ما تنقص لازمك تزيد في السوايع. في السوايع فوالا انا نطيبو كما قلت لك انا سبع سوايع مسكر كومبليتمون، نسكره مليح باش هكاك تبدا فما معناتها كوندنساسيون ويطيب مليح على توفي، ونخليه سبع سوايع في المية 110 يجيني فريمون زبدة اون بلوس يخرج الجو نتاعو حاجة فريمون. ننصح العباد الكل باش تجربها الطريقة هذيا باش تطيبوا بها العلوش نتاعكم الكتف نتاعكم اون بلوس تنجموا طيبوها على نهارين، معناها اليوم طيبوا ثلاثة سوايع وغدوة ما طيبوا كان ساعتين جوست على 100 درجة، حطوا في مخكم 100 درجة سبع سوايع. توا باش نعمل الثوم نكرازي كعبة ثوم سنة ثوم نكرازي وجست باش نعملهم بيكي في العلوش فك البلايص اللي عملت فيهم ضربت بالسكينه فوالا. توا اكل الماريناد نتاعنا الماريناد اللي عملتها باش ناخذ العلوش يلا وندهنوا وباش ندهنوا بالفاح باش نخليه يشرب هذاك الماريناد. هذيا هما دايوغ الياغورت يستعملوه برشا في هما يستعملوا برشا المشاوي في المشاوي فوالا المشاوي فوالا المشاوي يستعملوه خاطر فريمون يعطي بنه. دونك حتى في الباربيكيو في المشوى بصفه عامه ديما خموا باش تحطوا كعبه ياغورت بالطبيعه ياغورت ديليس ناتور يضطر يخلي اللحم يطرى حتى مع الدجاج معناها تنجم تستعملوا مع الدجاج هذا كيف كيف يطري زاد كيف كيف اللحم. فوالا هذه اللي تابلي حاجتي بها خليه مليح مليح فوالا اي نعملوا مساج للعلوش هكا باش يعطينا حاجه بنينه. تو ما بقى كان باش هذه اللي حاجتك بيه شافه هذيك البلاك اللي باش نحط فيها في الفور قبل باش ناخذ بابي كويسون. هوني كيف كيف باش نحاولوا نطيبوه شويه لي توفي معناتها باش باش نعاود يطيب في البخار نتاعو باش نلفو باش يبقى باش سخانته ترجع عليه ويطيب ويطيب. هنا باش نحط البابي البابي الومنيوم باش نحط دو بارتي والمرحله هذه مهمه ياسر سيناره وما يطيب لكمش وتخسروا 50% من البنه كانت تخليوها هكاك معناها محلول في الفور يطيب. اوبا صافا 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 تعمل له في الساتيري نتاعو هاي حضر له في الفريش فوالا. توا باش نفرش البابي كويسون فوسط بابي الومنيوم اي هاد برشا عباد ما يحبوش يستعملوا البابي الومنيوم ديريكتومون على الماكله باش ناخذ العلوش باش نفرشو لهنا نجم بمغرفه ولا تنقلك عندي فوالا ديما نسحقو لي باتيسي عندهم الادوات اللازمه باش ما نخسروا شيء فوالا. باش تبدا حاجه روعه اليوم ظهر لي فريمون بنه على بنه. واحد او موان كي يحط فلوسه في كتف خلي او موان دي حاجه زي هو شوف سورتو في اللمات ملاك ديما معناها اذا كان سوا تستعمل الكتف معناها كامل والا باش تستعمله معناها باش تاخذ مثلا الحم عندك كذا عندك كذا سي نورمال باش تستعمل نفس الكونتيتي اما مقصوص. اليوم احنا باش نخدمها كامله فوالا. خلينا ندوروا هكا فوالا هكا سكروا عليه باش الصوص ما تهربش خاطر باش يسيب الجو نتاعو والجو نتاعو هو سر البنه نتاعو. هو من بعد اللي باش ناخذوا منه الجو هذاك باش نطيبوا منه الروز. هاي 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 شير. شوف لهنا باش نقلبوا شو اللي تسكيرتي ما تسكيره اللوطه وتسكيره تاع الالمنيوم من فوق. فهمتك. فوالا هكا. ملحف. فوالا. هكا. نكبسوا مليح وبعديك ديجا وقت اللي باش يدخل للفور باش يزيد يتلم. من الفوق نزل عريان. ايوا كبسنا باش نزيدو. فوالا هكا. فوالا.
نعمله نقبات فيه ولا كيكه نخليه؟ في الشوك معناها وقت باش تحطهم من الاول من غير ما تعمل حتى شيء، بعديك جوست معناها بالسكينه تعمل ضربات صغار باش سخنت ترجع فوالا باش تدخل سخان. توا باش نزيد نحط جوست شويه ماء وباش نحطه في الفرن. علاش الماء؟ الماء جوست خاطر باش يعمل لافابور. فوالا باش يسايب لافابور. اوكي شيف، نجيب لك ملا تشيشه ماء. فوالا باش تاني في البلاك. فوالا سي بون. فوالا سي بون. وباش نبعثو للفور. وريتو كيفاش في اقل من درجين ديجا البلا نتاعنا الاهم، معناتها اهم حاجه في المنيو نتاع اليوم تبعثت للفور. دونك باش نرجع مع الشيف امين. شيف امين مرحبا. وي وبيك. باش نعملو البات نتاع السافارين اللي هي تتكون من 160 غرام فارينة ورده باتيسير، 3 غرام ملح، 10 غرام سكر، زوز عظمات، 70 غرام ماء، و10 غرام خميره بيولوجيه، هذه الصابون العجينه نتاع الخبز. قداش نعوضوا بها كان ما عندناش احنا خميره؟ ديما فوا دو الكسكسي الفرينه الكسكسي هذيك البودره نتاع فانوس. معناتها هذا عندي هذا مثلا عندي 10 غرام، الاخر نحط بين ال 15 وال 20 غرام. 15 و 20 غرام 180 غرام. حلو مع الماء باش اي بيان سور. نجمو نوزنو طول في الواحد 160 غرام فرينة. اي سيء. هذوما 10 غرام ملح والسكر توت سويت. 3 غرام ملح و10 غرام سكر. هذوما الماء. ايه الخميرة كيف كيف. الخميرة معاها كيكة كعبورة نخليوها تتحل مع الفرينة. مش مش باهي الماء سي بون. شدو مليح. هي موزون الماء ديجا والعظمتين لهنا مش نحطوها تدور. الجولدينا من بعد احنا شنو الميثود نتاعنا؟ باش نحطوا لي زانغريديون هذوما يدوروا تتخدم مليح، وما نحط الجولدينا تذوب. البات ماهيش مش تكون متماسكه، ماهيش بات اعتبار على مش تصبها بالبوش، هي بات بالفرينه وعظم وجولدينا صحيح، مي مش تلقاها مول سايله تهبط سايله. فهمتك. فهمني القوه الكل في السافارين كونه وقت البوانتاج هو اللي مش يعمل الريزو بعد يعطينا بات باهيه. البوانتاج كونه العجينه مش ترتاح وفوقها الجولدينا هي سخونه باش نسخنها وتخليها تهيج اكثر. راني نتبع فيك شيف سي انا تبلانتيت نخدم. فهمت دوك راني نتبع معاك. حبيت نعطي الميثود من الاول كيفاش باش تكون. دونك نخدموا ندوبوا البات كل مع بعضها. ومام طون انا مش نحط الجولدينا تذوب تو. قداش كميه الجولدينا اللي باش كميه الجولدينا؟ الجولدينا عندنا لهنا 65 غرام. 65 غرام باش نذوبوها. هذه تدور 5 دقائق. اي من بعد نوقفوا الماكينه نصبوا الجولدينا ونخليوها 5 دقائق ترتاح من غير ما نذوب. من غير ما نذوبوا ومن بعد باش نخدموا باش نذوبوا البات كامله ونصبوها في المول نتاعنا. اوكي هاني معاك. معناها امين معناها الجولدينا هي اللي باش تخلي الخميره تعطي صحيت بما انها سخونه مش تزيد تخليها معناها ترتاح اكثر. باهي التكنيك سورتو اللي ساعات في الخميره تخاف اللي معناها الخميره ما تطلعش معناها كي تولي تعاون هكا تعاون. تعطيني مغفل توت سويت دونك هذايا تو باش نخليها 5 دقائق. 5 دقائق تدور ومش نذوب الجولدينا نتاعي نوقف ونصب ونخليها 5 دقائق ترتاح. اوكي اونتخ تون باش نرجع معاك نغسل يديا. فسر لهم شيف السلطه نتاعنا كيفاش اليوم. السلطه باش تكون ميلونج بين حاجه رب الرمان ما نعرفش اذا كان فما برشا يستعملوه، هو حامض شويه كيما وسكري كيما الرب تاع التمر ولا فات. رب الرمان الحقيقه انا في اخر السيزون تاع الرمان ديما ناخذ اخر الرمانات يبداو حلوين مليح
وانت تو سامبلومون ميكسيهم الكل مع بعضهم نصفي نحي البارتي القلوب نتاع الرومان وكهذاك الكل ومن بعد نخليه يغلي 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 هكا السيرو هذاك نتاع الرومان بصفه طبيعيه لا نزيدوا لا سكر لا حتى شيء يعقد وحده يعقد مليح حتى لين يولي كسيرو ديجا حتى الكولور نتاعو هنا يولي احمر فونسي عاتي على الكحل من يقرب الكولور النوار ومن بعد نخليه يقعد لي شهرين ثلاثه شهور نفوح به سلايت نفوح به كي نعمل حمص ونعمل حكايات هكاكا نحط هكا شويه رب نتاع رمان حاجه بنينه ياسر ما نخموش فيها على عندنا الرمان و وتوقتو اكزاكتومون بالنسبه للزانغريون نتاع السلطه برسك كيما سلطه تونسيه بالضبط ما نستقوا بصل احمر طماطم ولا طماطم سوريز فلفل وفقوس ولهنا باش نزيد انا الرب نتاع الرمان شويه شطر كعبه قارصه وشويه سماق اللي غاديش من مره معناها استعملناه وحكينا عليه اللي هو الفاح جينا من الشرق وبنين ياسر عنده هكا متي كوتي سيتروني قارص شويه معناتها وحاجه بنينه ياسر نلقاوها في عند اللي يبيعوا المواد الشرقيه تاع برودوي زامبورتي بلوتو مع معدنوس شويه نعناع وشويه زوز بديت انا نقص في البصل توا باش نقص الفقوس جست على اثنين وبعديك كل بارتي على اثنين هاك القلب نتاع الفقوس ما نمشيش نخرجوا برشا اي نمشي نحيه معناها باش يبقى ومش نقص بطريقه جروسيرمون معناها مش جويده كيما السلطه التونسيه سهله في التحضير نتاعها قو ياسر بنين فقوس فريمون موت عليه وتنجموا تعملوا بيه برشا سلايت وي برشا سلايت معبي بالماء معبي بالمنافع جينيرالمون صغار اون بلوس الحاجه الوحيده اللي ياكلوها في الخضره هو الفقوس باش ناخذ فلفل باش نعملوا اي بي بي باش نخرج له القلب نتاعو هذا كيف كيف باش نقص جروسيرمون الفلفل هذه لهنا اللي تستحق الخميره لا وقت الروبو لا حتى شيء بالميزان سيرتو الميزان اي ما حاجه بنينه ياسر قاعد يحضر فيها راهو حتى كان ما تفهموش كل شيء من الاول تبعوا معنا مليح الطماطم نفس الطريقه ماني مانيش في القصم انا ما تهمش برشا جوست تكون بنضافه وتهو باش نزيد المعدنوس انا باش نعملو سيزدي باش نقصو خشين معناها اي 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 انا بدي نحبو راهو كي يبدا هكا ثم ديجا ريحتو فاحه النعناع باش ناخذ ريقه النعناع زاد كيف كيف نفس الطريقه ومام طبعا عندي سيرو لهنا باش لانسيه اوكي حطو يطيب باش مش نسقيو به البابا من بعد ما تطيب باه دونك السيرو نتاعك قداش؟ السيرو نتاعنا يتكون من 350 غرام ماء 200 سكر اوكي وشوية سكر فاني باش يعطي الجو اوكي شايف ونحطو يطيب على نار هادية اي انا هنا باش نزيد توا كعبات نتاع طومات سوري باش نقصهم على اربعة ولا على زوز كيما تحب باش ناخذ النوا النوا ما نخموش فيهم الفواكه الجافه الزوزه واللوزه والبوفريوه راهم يجيو بنين ياسر في وسط السلايط وسورتو النوا دايوغ تمشي مع الجبونات تمشي مع الخضره الكل بصفه عامه وتعطينا تقرميشه وبنه للسلايط نتاعنا تو مازال باش نزيد رشه فلفل اكحل رشه صغيره ملح عصيرة قارص عصيرة قارص مهمة هذيك غادا باش طيب لنا زاد هاك البصل هذاك نخمم عليه شايف انا راهو فوالا باش ناخذ زيت اوب فوالا حاجة باهية مع زيت هذايا سيكو خفيف يعطينا معناتها لو كوتي ماتيغ غراس اللي نستحقوا له من غير ما عنده كل المطعم القوي اللي نجم يقلق. هنا باش نزيد فجل، ما هو الفجل الاختياري اختياري. داكورد وانا وياك تو المكونات الكل متفاهمين فيهم. الفجل شاف الفجل باش يعطيني اي جيد اي. فوالا باش نقصه على اثنين هكا ما عملتش برشا القرميشه
فوالا تو باش ناخذ مغرفه صغيره ملاك توت سويت تفضل باش نزيد هذا راهو باش يزيد برشا بنا السمك والرب نتاع الرمان باش نحط سماق ديجا لهنا ملاك انا ما حطيتش برشا سيترون خاطر السماق حامض شويه وباش نزيد الرب الرمان ما حطيتش ملح ولا سيس اي لا حطيت ملح حطيت به فوالا واو الربة لو نتاع الرومان حلو بيان سور بالطبيعه فيكو هو متكون من تركيز للجو نتاع الرومان اما في زاده شيء شويه مراره حاسيلو حاجه بنينه ياسر واكيليبري معناها متوازنه فريمون تزيدنا برشا بنا في لي فينيغريت وفي السلايد كيف من هكا دونك تو بقى لنا كان تخليطه كان تخليطه سي تري بيان هذايا عليا انا شايف خاطر تعجبني كي راه الالوان هذوما الكل ديجا انا خليت كعبيت نواه باش نزينو بهم من بعد الريحه اكسبسيونيل ان توكا مع سلايت مع العلوش اللي عملناه بكري ماذا بينا حاجة خفيفة وي. وتكون حاجة سيتروني شوية هكا فيها الحموضة نتاع القارص نتاع السماق وإن شاء الله كيف تعجبهم أنا قلنا كان الروز أنا وياك تو مازال كان العلوش يطيب ونحضروا الروز نحضروا الروز دونك نرجع بحذاك مين حطيت الجولدينة أما ما مسيتش ما دورتش جوست تو مش نخلطوها أوكي شيف ومن بعد نهبطوها أنا جوست حبيت الكولور يتبدل ما حبيتهاش تكون في البلون تزيدها شوية كولورون روج ليكيد بالنسبه للي ما يحبش كولورون روج ليكيد يجي يستعمل البيتراف كونسونطري يرابي البيتراف احنا نخدموا به في لي كونكور يرابي البيتراف مليح وبعد يحطه يغلي وديما يغلي اللي يخرج منه الماء نتاعو ماذا بينا نتجنبه فوالا شطات الكولور تو انا ساعات نتبع لي ريسيت نتاع امين الحاجه الباهيه اللي هو ديما يعطيك يعطيك في شنو تعوضها معناها اذا كان ما لقيتش هكايا ما خليك ما خليكش تفهم شكون اللي يرى الكولورون ليمونتير مثلا هو تو ليمونتير ومخرجينه مثلا من حاجه ليمونتير يقول لك لا انا ما نحبش مثلا تحب على الكولور الاصفر انا شاركت لي كونكور نتاع الكوب دافريك نتاع البولونجيري ممنوع علينا نستعملوا لي كولورون ليمونتير الاصفر بالكركب النواف في الشاربون اكتيف الروج بالبيتراف كونسونتري المارون بالكاكاو لهنا وقتها ما تطيحش في الكونكور انا من جماعه اللي ضد الملونات نحب الطبيعي تعرفش الواش عملته كولوري هذا هذه فكره مثلا لا عندك الحق هو مزيان ياس مزيان خطا فوقها البلون بعد بالشونتي ورابيل للفويروج اول حاجه ثاني حاجه مثلا ساعات تلقى ديزانيفيرسير ما هو مش معروفه الحكايه هذه مثلا في ليزانيفيرسير تجمو تدخلوهم في ليزانيفيرسير بخلافك الكاب كيك والبوب كيك يولي فما سافارا فويروج والتام تولي تجم تلون مثلا انت التام تاعك في الفير تولي تزيدها بات بيستاش عندك الفير تاعك فويروج تجم تخدم معنا شايف الفور نتاعك قداش سخون 175 دونك نحطوهم توا في الليمون اسافاران اللي هما الليمون هذوما اللي هما يعطيو الفورما نتاع الجاتو باش نصبوا دونك البات نتاعنا اونتخو طون السيرو قاعد يطيب سله سله البات نتاعنا حضرت نخليك شايف تكمل تحطها باش نصب جوست حاجه بركه استيس مهمه ما نصبوش المول الكل نخلي ثلث المول خاطر هي مش تهز روحها دونك زوست لازم تخمر شوي ثلثين نتاع المول أوكي. والباقي مش تكمل كي تخمر بعد نرميوها نطيبوها اوكي دونك توا باش نصبوها لزوز ثلث ثلثين ونخليوها لمده نصيف ساعه قبل ما نطيبوها هي كي كم نصيف ساعة. تقعد في بقعه سخونه في الفور ومن بعد ندخلوا نطيبوها الفور سخون في 175 درجة باش طيبوها لمدة 20 دقيقة ماكس 20 دقيقة سي ان جاتو مويلو وبنين برشا نخلي الشيف جوست هاكا ريتو كيفاش ليكيد يهبط البات لازمها تهبط ليكيد نخليه يعمل البوشاج نتاعو يرتاحوا نطيبوهم وحنا نتلقاو من بعد فاصل صغير اليوم نعملو في العلوش في الكتف نتاع العلوش دونك تاب سلة سلة في عقله الكتف نتاعنا حاضر تاب باش نجيبو وباش نخرجو الوغ ديجا الشيف خرج شوية من الصوص اللي هبطت ان فيت اللي هي هاك الماء اللي حطيناه بلوس جو اللي سايبو العلوش توا جوست باش يخرجو باش يعملو جوست باش نحل توا البابي الالومنيوم وباش نحطو في بلاكة الانفور جوست باش نعطيك الكولور اللي باش نحمرو شوية
خاطر هو طاب كأنه معناها ستيريوتي معناها في الفور. ايه توا باش نهبطو باش نعطيك الكولور الحمراء هذيك، وبقيت الجو اللي طاب فيه العلوش باش نطيبو من الروس. الروس دونك العلوش الكل في الكل قداش لازم وقت باش يطيب؟ باش نعطيهم ساعة وشوية، ساعة ونص باش يهبط زبدة معناها يهبط ساعة ونص. وانا ننصحكم كان عندكم وقت فريمون تبعوا طريقتي نتاع 100 درجة وتخليوها 6 سوايع 7 سوايع انتوما والطرف، وهوني فريمون يهبط لكم زبدة كومبليتمون العلوش نتاعكم. جوست في الاخر لاستوس هذيا نتاع الشيف كي طيبوا بالطريقة هذه تنساوش ضربة جولدينا ونعاودوا ندخلوه للفور، خاطر كلنا نموتوا على الحم كي يبدا عنده هاك المنظر المزيان المستحمر. ريحة الكليل والثوم اي 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 حاجة روعة، حاجة روعة. باش ناخذ بنسو اي جولدينا، باش نحاول ندهن البارتي هذه كل اي ناخذ شوية هنا جولدينا هنا. لا لا بلوس بالطريقة هذه سمحني شايف اللفاحات نتاعك الكل والكليل والزعتر واللي حطيته الكل ما تحرقشهم، فايت خاطر طاب الكل خرج معناه المطعم نتاعو خرج البنة نتاعو من غير ما يتحرق كيما كي نعملوا روتي عادي وبودا ماما هكا اللفاحات الكل يتحرقوا ويوليو يعطيو مطعم مر. سورتو الكليل معناها تخافوا برشا من الكليل انه معناها يسيب كي يتحرق يسيب مرارته ميل هنا مع سورتو مع الالومنيوم وال نرجعوا ولا تحطوا في الفور توا. اوكي الفور نتاعنا سخون في 220 فوالا نستحقوا سورتو اون بيل كولوراسيون هكا اي دونك 220 ندهنوه مليح بالجولدينا باش نعطيوها هاك التحميره البنينه اللي نحبوها في الحب. توا باش ناخذ الكونتيتي نتاع الروز نتاع قدر 400 غرام روز باش نشللها بالماء. اي اونتر تان انا نحط لك شويه زيت نجمه دو او بلوس. اوكي في وديما ما نخسروا حتى شيء، الماء نتاع الروتي هو اللي نطيبوا به الروز نتاعنا باش يبدا مطعمه ديجا بالروتي. باش نحمر شويه كعبات اللوز اللي حطيتهم معناها جوست معناها اول ما يسخن الزيت باش نحمر كعبات الروز، بعديك باش نحط شويه كركم باش نحط كعبات الهيل وفوالا نحط الماء نتاع اللي طيبنا بالنور علوش بكري معناها الجو هذاك بعد ما نقلي طرف بصل بالطبيعه وهكاك جوست معناها نبدا كي غير شللت الروز نحطه فيه يطيب ما يشدش برشا وقت. او كم زال عندك ماء بلوس غاديك طيب باش نكمل ان شاء الله اللي نضاف في قدام نحط لك اللوز نتاعك يتقلى هاي فوالا دونك كايبات لوز لفاح عندنا الهيل عندنا السكنجبير عندنا الزعفران هكا شايف خاطر عندك زعفران زاده غاديكا ملح فلفل اكحل بصل وسورتو الجو ولا الصوص اللي طابت فيها الحم بلوتو سي ان جو نتاع الحم اللي سايبو الماء اللي طاب فيه الحم تاعنا اللي سايبو الحم هذا اللي باش يعطي سر البنة نتاع الروز نتاعنا. وديما خمو كعبات لوز كيما هكايا مقلين في وسط الروز حاجه بنينه ياسر. نقعد بحدايا هذا خاطر نخاف ديما لا يحمر فيسا فيسا. شاف اون فوا يحمر لي هذايا نرمي فيه البصل ولا كيفاش؟ تخرج اللوز ومن بعديك ترمي البصل. نخرج اللوز ونرمي البصل. فوالا. هوب. هذايا نسيتها. أمين نحكي لنا أونتخو تان أكل لي سافارين طابو؟ طابو لي سافارين تاعنا جيست باش ننبي بيهم شوية بالسيرو فاني تاعنا. إي فاني على خاطر حاطين فينالمون مع السكر العادي حاطين سكر فاني. سكر فاني أوكي شيف.
تو الرز هنا سي بون زاد كيف كيف شللته وحضر بربي مالك هنا جوست معناها الكاليتي نتاع الرز معناها هو الشوا في الرز معناها مش كل تيبو بنفس الطريقه فما اللي تيب معناها سيل ريبيلاف معناها نقليو الرز شويه ونطيبوه وفما اللي نشمطو معناها شطر تياب معناها باش يكمل الكويسون سورتو كي يبدا الصوص تكون عاقده وحاضره ديجا والا بالطريقه هذه اذا كان معناها البريباراسيون كيما حشنا بها مع العلوش تاو. ايوا كيفاش نعرفوا احنا شايف؟ مثلا الرز البازماتي هذا الاخضر بالنسبه للبريباراسيون الكعبه الرز الطويله. اي. اللي هي ما تشيش برشا وقت في الطياب. اي. معناها نشلوها ديما معناها بون جينيرالمون الرز تنجم تشلو معناها باش تقص منه كميه نشا. اي. والا معناها. يسخن شاف. اي لا ما تقلقش. ما يسالش؟ اي ما يسالش. اي. انا هكا حطيت شويه كركم. رشة زعفران بعد نرجع على درس الرز خلينا نكمل لي هذا باش ما يتحرقش ما تخافش مانيش مسيبتك هاي كعبتين هيل موت عليا انا الهيل فوالا كيبات فلفل اكحل كعب هكاكا هاي هاي ومن بعد باش نحط الجو اللي طاب فيه العلوش دوب ما يغلي باش نحط باش نحط الرز سي شيف هو راه فوالا دونك نعاودوا باش نفهموا مليح الكعبه بسماتي الطويله الطويله نشله تتشلل بكدا بكدا معناها مده معناها اربع مرات خمسه مرات حتى للي تشوف اللي الماء اللي باش تشلل به ولا ابيض معناها ما فيهوش انشاء وبالطريقه هذه ما يعجنليش هذا ما يعجنش وما شدش برشا وقت في الكويس في الثياب باه بالنسبه للكعبه الرز الاخرى معناها الامريكا الخشينه والا تكون خشينه شويه معناها تشلها مره ولا مرتين الرز الابيض ما نشلوهوش خاطر اذا كان شللته يتكسر يتكسر الكعبه اللي الباكو نتاعو فيولي هذاك هذاك الرز هذاك معناها اذا كان ما يتشللش الكعبه التايلاندي والا الفابور معناها رز فابور والا الرز البازماتي تنجم تشللهم باش تنقي ما تنقص منهم غلي فوالا تو نحط كونتيتي نتاع الرز اللي حاجتي بها فوالا فوالا باش يجي روعه جو بونس اما ناقصه ملح راه ما حطيتش ملح هاي ما حطيتش ملح دونك تنساليش الملح هاي تو نحطوا رشه صغيره ملح ونزيدوا كمان فلفل اكحل داكوغ يعطيك الجو ونقصه شويه عليه فوالا نقصه في النار نغطيه نغطيه واه شوف بالنسبه للرز هنا مالك اول ما معناها ما يغلي الرز اي ونشوف اللي الكونتيتي نتاع الماء ولات شطر الكونتيتي اللي حطيتها نطفي الغاز ونخليه يشرب سخانته وحده اوكي شيف مي لا خليه لك هذايا اوكي هاكا عندك لو طون اللي انا حضرت لو طون اللي تعمل الدريساج نتاعك تاع السلايطه احكي لي اوكي واو بالنسبه للسفران نتاعنا غطستهم في السيرو جست 30 ثانيه على كل جهه باه باش يشربوا باش يشربوا ورجعتهم راهو فما فرق بعيد بين مسقيه وماهيش مسقيه ماهيش مسقيه ماهيش بنينه من الاخر لازمها تتسقى اون بليس تتاكل بارده باه هي تتاكل كان بارده هذه تتحط في الفريجو في الفريجدير بعد خرجها وقتها كلها طريقه الاكل هذه مش طريقه باه دونك لهنا في اللي تروه هذو لازم منه هذه اي تخطيط لازم منه خاطر هي البات وحدها ماهيش بنينه مش تلقى علاش حطينا الفاني خاطر لاروم فاني مش تغطي على كي نغطسو اسكو الشحور سخون ولا الجاتو سخون؟ الجاتو سخون والشحور سخون هذوما الزوز ولا واحد فيهم سخون اذا كان عندك لازم واحد منهم يبقى سخون باش يشرب الهلي اوكي شيف اوكي باهي بالنسبه لي سافران اللي تبو هذوما باش نعبيهم بمعجون فريز سيكام معناها باش تشوفوا اليوم كيفاش باش تعملوا ان جاتو ديني دي باتيسري اما في الدار منظره مزيان كما قال لكم الشيف تنجموا تستعملوا كمان هكا لي كولوران اليمونتير الاحمر والا تعملوا تو سامبلومون دو جو دو بيتراف تعوضوه باش تعطيوها اللون هذايا المزيان و اون بلوس سي اون باز سافارين سي اون باز دو باتيسري يعملوا بها زاد راهو فما تي سافارين يجيو سالي ينجموا يخدموهم سالي هي ماهيش حلوه ياسر ديجا الريسيت على معناها كميه قليله نتاع سكر معناها باهي تو باش نلعبوا على الكولور وعلى المنظر ولازم فوق الشونتي الكريم ديليس نتاع شيف هذيا الوغ زدنا شويه سكر باش تحلى خلف البنه خاطر هذيك نون سكري
فهمتني زدنا شويه سكر وطلعناها فوالا دونك لي استوس نتاعي انا لو طون لي شيف يكمل يعمر الباش نتاعو الوغ تو سامبلومون كي باش تعمل كريم شانتي برشا عباد تسالني تقول لي كيفاش تعمل باش تنجح الكريم شانتي ما تطيحش فما دي استوس الاستوس الاولانيه اللي هي لازم الكريمه نتاعكم تبدا بارده انا الباتور نتاعي ليدين نتاعو والصحفه اللي تبدا محطوطه فيها الكريمه كلهم نحطهم في الفريجيدير وما نصيف ساعه باش هكاك نبدا متاكده من البروده نتاع الكريمه نتاعي وكميه السكر كيف ما انتم تحبوش قاعد تحط شاف شنو هذو هذو ما دي شيبس شوكولا كيما استانسنا نعملوهم كيما وريتكم قداش مره في اللي في اللي سيكونس القدم كيفاش نعملوا ناخذوا بابي مثلا ساشي نتاع بانيني هذيك الاليمونتير فهمني نقصوها على جناب نحطوا الشوكولاته ونجبدوا بارولو عملناها ديجا قبل ومن بعد قورنا وجيست انا روليتهم باش ولاو هكا خذوا الفورم دونك فوالا شانتي كل شيء بارد تنجح ان شاء الله الشانتيه نتاعكم كميه سكر قد ما تحبوا انتوما قداش هكاك قداش تنصح انت الخمس على الليتر 200 غرام على الليتر 200 غرام دونك على نقول احنا على 250 مليلتر من الكريم فريش خاطر باش نعملوا ايترا شانتيه ناخذوا 50 غرام هكا اي 50 غرام بور 250 مليلتر دو كريم فريش كملوا نشوفوا الزينه نتاع الشيف في بالي باش تحط لي بيستاش انا خالتي في الاخر بيستاش مانيفيك محليهم محليهم فريمون اون ديغي دي بتيت دوموازيل لي بتيت شابو وي مادموازيل سافارين مادموازيل سافارين اكزاكتومون يعطيك الصحه شيف ميرسي بوكو اونتر تون نرجع بحذاك شيف هلي المعلم طاب اللي غادي صحيح حضر السلاطة حضرتها سي بون السلاطة حاضرة طابت واو كملوا نخرجوا اللي نستحقوهم الروز شنو حوالو في الروز الروز قريب يحضر الروز قريب شنش برشا وقت راه مالك الروز بار كونتر شوف العلوش معناه لهنا كل اللي حاجتي بيه اي 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 والريحه والريحه يا جماعه عالميه الريحه اي العلوش ريحته فاوحه من المقبيل ديجا اي نشوفوه مليح ونخليو اللي يتفرجوا فينا يشوفوا هاك البنه اللي من هون ومن غادي هاك الكلور المحليه زاد كيف كيف حتى الكلور خاطر ديما العين معناها تحب الحاجه المزيانه اللي تخليك معناها تنفع باش تاكل ولا تشهي باش تاكل هذا بريسك طاب جوست باش نعملوا له الدريساج نتاعو ونخليك تكمل الدريساج نتاعك شيف اوب انا حيلو ظهر لي شابو سي هذا سي جوست شويه برك انا يشيح شويه وسي بون نذكركم بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم الوغ اليوم عملنا سلايطه سلايطه تري سامبل اليوم حبينا فريمون نوريكم الرب نتاع الرمان هو منتوج نجمو نعملوه في ديارنا ويزيد برشا بنا في السلايد في لي بلا الكل بصفه عامه يزيد برشا بنا وعملنا زاده كيف كيف الجيغو نتاع العلوش الكتف نتاع العلوش حاجه روعه نرى فيهم لي شيف توا قاعدين انا نقنصيت في الكولور محليه مالك من هنا وريونا جوستومون في الكولور نتاع العلوش نتاعنا بيان روزي حاجه روعه عملنا معاه الروز الروز عملناه بالجو نتاعو شفنا كيفاش ما نخسروا حتى شيء شيف امين اليوم ورانا كيف كيف كيفاش نعملوا لي سافارين عملناهم حمر حاجه بنينه حاجه روعه فريمون كان رتيتوا اي حاجه من الحلقه نتاع اليوم ننصحكم باش تعاودوا تشوفوها من الاول الجديد اونتر تون الروز شرب شيف سي بون ده اللي تسكر عليه اي كنت خصنا فوالا بندوق كابت الروز مالك شو نبدا متاكد اللي هي طابت اللي هي طابت فوالا
واو تحط الروز اللي حشته. اسمع الروز فيه هكاك الجو متاع العلوش، فيه ريحة هو بيدو، فيه الريحة متاع الكليل ومتاع الدنيا الكل، حاجة روعة يا جماعة. مشخشخ ها؟ مشخشخ ايه معدي سير كما اللي عملته انت اليوم. يجوني نعمل حاجة باش الضيافة اللي يكونوا ساتس فيه هكا ولا؟ احنا ضيف بعضنا مع جماعة هوني لكيب تكنيك متاعنا الكل باش ندلوا رويحنا اليوم بارلي باش نعملوا فريمان فطور قمقوم. استنيني حتى حتى فوالا هاي ما هو الوقت نتاع تيب نتاع العلوش كما كنت تحكي انت بكري ملاك، معناها اللي عنده الوقت ينجم يحطه من الليل يتيب ولا اي لازمه كسوعه سوعه ونص. راو قعدنا نستناو في العلوش خاطر راو الحاجه الباهيه في الكوجينه سي كو ما فما حتى شيء يتيب بالافونس، كل شيء يتيب قدامكم. ساعات جوست نعملوا مونتاج باش كيما خليكمش تستناو برشا كما العلوش اليوم، مي سينون كل شيء تنجموا تراوه على عينيكم كيفاش يولي ما ترتيو حتى شيء. اللوز 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 كلوز المقلي ما بنه يبنن الماكله برشا، يبنن الماكله على الاخر. وي تو باش نحط شويه تشيشه 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 بابريكا واللي هو الفلفل الاحمر، اللي هو الفلفل الاحمر اوب ويكون كل شيء حضر. اش قولكم في المنيو نتاعنا نتاع اليوم؟ منيو يعمل كيف. ميرسي بوكو امين فريمون، حاجه ياسر مزيانه وانا متاكده اللي هي ياسر بنينه جدا ان شاء الله. لا بنينه بنينه وميرسي ايمن، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه على لي روسيت تاعك تاع اليوم. يعطيكم الصحه انتوما يا جماعه. باي باي، شهيه طيبه، الى اللقاء. هذا البرنامج برعاية وردة، سرها المحبة، بمساهمة ديليس. الجوتا هي ديليس، نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة، لا كريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش. فانواز حلوة منك. بذرة صدق زرعناها بحب القناها، سيكام محبة وغرام.